خلونا نشوف تصريحات رئيس السبسي لما تشهده الأحداث في تونس. الحقيقة أحداث العنف اللي بتشهدها تونس في هذه الأيام تبدو أحداث مؤسفة للغاية، يحزن إليها وبشدة كل من يتابع التجربة الديمقراطية في تونس. الرئيس السبسي النهاردة قال في تصريحات واضحة أن هناك أيادي خبيثة تدخلت لإثارة الاحتجاجات وسنخرج من الأزمة سالمين. دي في خطاب له في التلفزيون الرسمي لتونس، وقال أنه تقرر حظر تجوال من الساعة 8 ليلا حتى الساعة 5 صباحا. وطبعا الأحداث في تونس تبدو مؤسفة للغاية بعد احتجاجات لعدد من أو قطاعات من العاطلين في تونس بدأت تجوب عدد من المناطق، وتم التعامل معها طبعا من الناحية الأمنية. لكن دي كانت تصريحات الرئيس السبسي النهاردة في خطابه للشعب التونسي عبر التلفزيون التونسي. ده كان جزء من الأحداث اللي شهدتها المنطقة العربية والمحيط الدولي. تقرير زميلتنا خلود عبد الفتاح اللي بيرصد لحضراتكم الأحداث الدولية والعربية والإقليمية. لا يزال مسلسل الصراعات الدولية والإقليمية مستمرا، ولا يزال مستقبل الشرق الأوسط مجهولا في ظل تصاعد الصراعات خاصة بين السعودية وإيران. فبعد توتر الأوضاع خلال الأسابيع الماضية على إثر تنفيذ حكم الإعدام في القيادي الشيعي نمر باقر النمر، بدأت إيران إعلان تحد من نوع جديد مع المملكة، حيث تسعى طهران لإزاحة الرياض من أسواق النفط الأوروبية من خلال خفض سعر البيع الرسمي لشحنات الخام بدءا من فبراير القادم. ومرة أخرى فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على حكومة طهران تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت 5 مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات على القائمة المالية الأمريكية السوداء. وفي ظل استمرار الأزمة السورية، دعا وزير الخارجية الإيراني إلى إيجاد حلول سياسية بعيداً عن الخيار العسكري، بينما بدأت الطائرات المروحية الأمريكية استخدام مطار رميلان بريف محافظة الحسكة السورية لتوسيع نطاق القصف المروحي. كما استضافت باريس اجتماعاً ضم وزراء الدفاع لدول غربية وصفت بالفعالة في الحملة على داعش لبحث استراتيجية التحالف في الحرب على التنظيم وبحث كافة السبل لتصعيد العمليات العسكرية ضده. فيما شهدت تونس عودة التوتر بالتزامن مع الذكرى 5 لثورة الياسمين، حيث شهدت مدينة القصرين مواجهات بين المحتجين والوحدات الأمنية بسبب الاعتراض على ارتفاع معدلات البطالة في تونس، ما دفع الحكومة لإعلان حظر التجوال. كما أكدت صور للأقمار الصناعية صحة ما قاله رهبان وخبراء بالشرق الأوسط بأن داعش دمر دير ماريليا أقدم دير مسيحي بالعراق. فيما أكدت الشرطة الباكستانية مقتل 21 شخصاً بهجوم مسلح على جامعة شمال غرب باكستان. تظاهرات وتحديات وصراعات مسلحة باتت تحاصر شعوب العالم في أغلب بقاع الأرض، حتى أصبح الملاذ الآمن والأوضاع الهادئة أقصى طموح لأناس سئموا الحياة بين شقي التوتر والحروب. خلود عبد الفتاح، كلام تاني.